السلام عليكم، هل الأنثى تستطيع أن تتكلم؟ أو هل عند الأنثى المقدرة على التقليد مثل ما يفعل الذكر؟ والجواب إن الأنثى في جميع أنواع البابغاوات، الأنثى في جميع أنواع البابغاوات، سواء الكاسكو، سواء الدرة الهندية، الدرة الأمريكية، أيا كان، يعني أو مثلا بابغاء مكاو، أيا كان هذا البابغاء، الأنثى تستطيع أن تقلد. وبإمكانك أن تبحث عن هذا أيضا من خلال الإنترنت، فستجد أن أنثى الدرة تتكلم، أنثى الكاسكو تتكلم، أنثى ببغاء مكاو تتكلم، يعني الأنثى تتكلم وتستطيع أن تقوم بتقليد الأصوات مثلما يفعل الذكر. لكن الذي يفرق بين الذكر وبين الأنثى، يعني بعض الناس يرون أن الذكر هو الأكثر كلاما، يعني عنده قدرة على الكلام أكثر، أو إن الذكر يعني يمتاز بالتغريد المتواصل، يعني من علامات الذكر أن الذكر يعني يواصل التغريد، يعني التغريدة بتاعته بتبقى تغريدة كاملة، بينما الأنثى لا تغرد في بعض أنواع البابغاوات، أو يعني لها إيه، لها صوت مميز، يعني صوت كده زي صوت الصفير، إنما الذكر هو الذي يستطيع أن يقوم بتغريدة متواصلة متناغمة، يعني بشكل متواصل بشكل جميل جدا، يعني يصدر تصفيرة موسيقية رائعة، بينما الأنثى لا تستطيع أن تفعل هذا. يعني هنشوف الفرق كبير جدا بين تغريدة الذكر وبين صفير الأنثى، يعني الفرق واضح جدا، بينما الجميع يستطيعون أن يقلدوا، ده كله يرجع إلى التدريب. نهو بقى الأكثر كلاما، ده برضك بيرجع للتدريب، يعني المدرب نفسه بيعلم الببغاء كلمات كتيرة وبيتواصل معاه على طول باستمرار، فأكيد طبعا الطائر هيستطيع أن هو يحفظ كلمات كتيرة، فده كله بيرجع للمدرب نفسه، وبيرجع أيضا إلى قدرات كل طائر، يعني كل طائر بيختلف عن الطائر حتى لو من نفس النوع، يعني في طائر ذكي جدا، في طائر عنده قدرة رهيبة جدا على الحفظ، فكل طائر بيختلف يعني عن قدرات الطائر الثاني حتى لو كانوا من نفس النوع. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.